هنا لاحياء المضره، تنقلنا الى حي الخربه وحي قندهار و 240 سكن. نحن الان متواجدين في 240 سكن، نعاين الوضعيه تاع المواطنين تاعنا. وضعيه تتغير من يوم ليوم، لانه الارض في حد ذاتها تتحرك لينستابل. ولكن عندنا خبراء اللي اليوم تنقلوا لهنا وراحين يعطونا الوضعيه نتاع الارضيه هذه ونحن الدوله واقفه مع المواطنين تاعها، وان شاء الله ما يكون غير الخير. الدوله متحمله، الاعانات موجوده، السكنات هنا واقفين عليها اللي رايحين نحضروها ممكن لاسكان العائلات المتضرره اكثر.